الافريقي لمنظمه النقل واللوجيستيك متعدد الوسائط. كيف ما كتحضروا معنا وكتواكبوا معنا اليوم، حنا هذا اليوم الثاني من يعني من البرنامج اللي صدروا الاتحاد الافريقي بشراكه مع مجموعه مراكز ايديسكول للتكوين والسلامه الطرقيه، من اجل انخراط مجموعه ديال سائقي سيارات الاجره في دورات تكوينيه مجانيه من اجل الحصول على البطاقة المهنية أو تجديدها في دورة للتكوين المستمر. إذا اليوم حنا في مدينة مكناس، العملية هي انطلقت كما كان مبرمج لها في جو من المسؤولية وفي احترام كذلك تام لكل التدابير الوقائية والاحترازية من أجل يعني الحد من انتشار مرض كوفيد 19، والعملية هي مستمرة إن شاء الله الرحمن الرحيم. يوم غادي نكونوا في طنجة وبعد ذلك إلى أقاليمنا الجنوبية من أجل تعميم هذه الاستفادة المجانية على مجموعة ديال السائقين المهنيين، ومن أجل كذلك اعطاء رساله اللي حنا عبرنا عليها ان الحكومه المقبله انها خصها تسرع بالوتيره ديال يعني ديال استفاده سائقي سيارات الاجره من المجانيه ديال الحصول على البطاقه المهنيه، او كذلك المجانيه من اجل المرور في دورات تكوينيه للتكوين المستمر من اجل تجديد هذه البطاقه، لا سيما ان هذه البطاقه هي اليوم المدخل الاساسي والرئيسي للاستفاده من مجموعه ديال الخدمات الاجتماعيه، والانتظارات ديال السائقين المهنيين في كل القطاعات هي طالت يعني لمده طويله، وحان الوقت أنا نقطعوا مع كل يعني الأمور اللي ما خلاتش السائقين المهنيين يستافدوا من هذه الوثيقة الدستورية واللي كانت مستجد من مستجدات يعني مدونة السير الجديدة على الطرق. كنظن أننا حنا يعني العالم كامل والمغرب بالأخص خرجنا من واحد المرحلة تاع الجائحة اللي مازال ما كملاتش، والسائق المهني كان ضمن الفئات المتضررة لهذه الجائحة بشكل كبير. صحيح، هو الضرر النفسي والضرر يعني البسيكولوجي هو اكبر من يعني من مرور في دوره تكوينيه يعني من اجل الحصول على بطاقه مهنيه او تجديدها. اليوم حنا داخل منظمه الاتحاد الافريقي للنقل واللوجيستيك متعدد الوسائط بشراكه مع مجموعه شركاء، مع مجموعه مراكز ايديسكول وكذلك شركاء اخرين، سطرنا برنامج، والبرنامج هو يبتدئ من هذه الدوره التكوينيه اللي حنا يعني عندنا البرنامج ديالها. في القريب العاجل ان شاء الله سنعلن على برنامج اخر غيكون فيه مواكبه نفسيه وسيكولوجيه يعني للسائقين المهنيين، لان كنعرفوا الجميع ان الظروف الاستثنائيه اللي عاشها العالم وعاشوها السائقين المهنيين وعشناها حنا داخل المملكه المغربيه هي مؤثره جدا على جميع المواطنات والمواطنين، وحنا هذه الفئه اللي هي مهمه وكدير كتقوم بواحد العمل كبير جدا، خصوصا ان عندها مسؤوليه ديال حمل البضائع، عندها مسؤوليه ديال نقل الاشخاص، عندها مسؤوليه وطنيه في تنميه الاقتصاد الوطني. حنا سنواكبها ان شاء الله الرحمن الرحيم في اطار برنامج سيعلن عنه في القريب العاجل، برنامج متنوع، برنامج فيه عدة يعني روافد اللي يمكن ليها يعني ترجع هاد السائقين المهنيين الحيوية ديالهم والنشاط ديالهم. إلى علمنا أن اليوم كل انتظارات هي كبيرة جدا بالحكومة المقبلة أنها توفي بالوعود اللي وعدتنا الحكومات المتتالية وما وفاتش بالوعود ديالها تجاه هاد الفئة اللي مهمة جدا. ما يمكنش غير نتكلم على رقم اللي كنتكلموا اليوم على تقريبا 600,000 و700 سائق ألف مهني، إذا تقريبا مليون ديال سنصل إلى مليون سائق مهني في كل أنماط النقل. إذا تكلمنا على مليون راه كنتكلموا على 3 ولا 4 مليون ديال العائلات اللي هي أصلا يعني كتعيش من هذا القطاع هذا وعندها ارتباط وثيق بهذا القطاع، إذا خاص الاهتمام اللازم بهذه الفئة. يوم حان الوقت أعتقد أن كل الظروف هي مواتية من أجل تحقيق يعني التنمية الذاتية لهذا السائق المهني والاهتمام يعني بهم وبانشغالاتهم الاجتماعية والمهنية كذلك. معكم زين عبد الجليل، مدير مركز ايديسكول المغرب فرع مكناس، واليوم في هذه الدورة التكوينية اللي احنا تنظموها اليوم في اطار الشراكة والتعاون الاتحاد الوطني لمنظمات النقل واللوجستيك، تنظموا هذا بشراكة وبتعاون في اطار الرؤية المشتركة بيننا وبين الاتحاد الافريقي، مجموعة من الدورات التكوينية المجانية لفائدة السائقين المهنيين لسيارات الأجرة. هذا بسبب الأهداف المشتركة
ورعاية للسائقين المهنيين وتشجيعهم من أجل الانخراط في هذا الورش الإصلاحي اللي اعتمدته السلطات الوطنية من خلال تحسين مردودية قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات الخاصة بالسائقين المهنيين، لأن هذه التكوينات فيها مجموعة من الفوائد، سواء تعلق الأمر بتحيين المكتسبات أو المعارف الخاصة بالنظم والتشريعات القانونية الجارية بها العمل، أو المرتبطة بالسلامة الطرقية أو تجهيزات السلامة. يعني السائق خاصة يعرف كيفاش يتعامل مع تجهيزات السلامة اللي عنده في المركبة، لأن التكوينات لما فرضتها السلطات الوصية جات باش أول حاجة ترفع من القيمة الاعتبارية للسائق وتميز السائق المهني عن السائق العادي. هذه أول شيء. ثاني شيء وهو تحسين المعارف ديالو والمكتسبات ديالو، بالإضافة لذلك فتح أبواب الانخراط ديالو في الخدمات الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية أو التعويضات العائلية أو نظام المعاشات. وإن شاء الله بتنزيل المقتضيات القانونية الخاصة بالقانون 0921 الخاص بالحماية الاجتماعية بحسب المراحل ديالو الثلاثة، إن شاء الله جميع السائقين والأجراء الغير نظاميين إن شاء الله غيستفدوا من الحماية الاجتماعية في إطار الرعاية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. في هذا الإطار خدمت المؤسسة ديالنا ومن الاتحاد الإفريقي لمنظمة النقل واللوجستيك على العاتق ديالهم تنظيم هذه المبادرة من أجل تشجيع السائقين المهنيين للاستفادة من هذه الخدمات، ويعرفوا بأن التكوين الأولي أو المستمر اللي فرضته الدولة ما جاء إلا باش يحسن الوضعية الاجتماعية ديالهم ويحسن هذا قطاع النقل والخدمات اللي تقدمها، سواء بالرفع من جودة الخدمات أو بالقطع مع مجموعة من السلوكات المشينة في الطريق، وبالتالي تكون السلامة هي الأولوية عن السائق المهني في الممارسة ديالو اليومية للسياقة. وتنتمنوا تكون هذه المبادرة تشجع من أجل فتح مبادرات أخرين، سواء من طرف الدولة أو من طرف المجتمع المدني، من أجل الوقوف بجانب هذه الفئة المجتمعية الهشة. عندنا 20 مستفيد من الدورة التكوينية المجانية المشتركة بطبيعة الحال كما سبق وذكرت ما بين مؤسسة إديسكول المغرب وشريكها الدائم الاتحاد الإفريقي لمنظمة النقل واللوجستيك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.